بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج مراسلون الذي نصحبكم خلاله في جولة على أبرز القصص الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية برفقة مراسلين من الميدان. استكمالاً لدعم وإحياء المشاريع الاقتصادية والترفيهية في البلدات العربية في الداخل، استقبلت حارات وأحياء حيفا فعاليات خاصة بالأطفال من ألعاب وموسيقى ورسم على الوجوه، ليثبت الداخل الفلسطيني أنه دوماً يجدد عطاءه بأفكار جامعة تؤكد على تماسك المجتمع العربي، أهمها دعم الاقتصاد الوطني. هي الصراحة الفكرة بدأت بعد الهبة الأخير، هبة الكرامة، بعد النجاح اللي الإضراب اللي كان بحيفا. بادروا مجموعة صبايا وشبيبي اللي هني موجودين بحيفا، عايشين بحيفا من غير ولا تحت أي إطار حزبي أو سياسي. هني بادروا كمبادرة لتشجيع كمان التسويق بحيفا بعد ما كثرت الأصوات لمقاطعة التجار والعرب بحيفا من اليهود القاطنين بحيفا. فطلعت الفكرة هنا أنه إحنا نعرف كمان نسوق نفسنا بنفسنا. إحنا عملنا امبارح بالأمس الخميس بلشنا أول فعالياتنا اللي هي فيلم، كان عرض فيلم بالحيز العام بالشارع اللي هو غير معتدين عليه طبعاً، بعيداً عن القاعات والمكيفات. إحنا كان كتير بهمنا إنه الناس تشارك، أهل الحي كمان إجا من الخارج، من برا من خارج الحي وتعرفوا على الحي. كان في كمان رسم وأعمال فنية، كان في كمان لعب ثقافية وتراثية للجيل الكبير من الشطرنج ولعب أخرى. كان كتير أجواء مرحة عربية خالصة، هذا كتير مهم. الجولة اليوم راح تكون بحي وادي النسناس، هدفها الأساسي هو نعرف الناس عن الحي وتاريخه وهيك، بنفس الوقت كمان الناس اللي جاي من برية الحي تيجي لهون وتتشرى تتعاون مع أهل الحي، لأنه زي ما عارفين أنه بهالفترة صار في نوع مقاطعة لسكان اليهود التجار والسوق، فمن هون كمان الهدف انه نشجع التجاره والناس تتشرب بالحي وادي النسناس. زي ما بنعرف حي وادي النسناس هو الحي اللي جمعوا فيه ما تبقى من الفلسطينيين هيفا اللي هن يدوب 5% بالحي، ومنذ هذاك الوقت لليوم الهدف هو تهجير وتدمير ومسح السكان لبرا، زي ما هي سياسة منهجة بكل يعني بالضفة بالقدس ونفس الشيء بهيك. احنا كمان زيتنا بدقيقنا زي ما قالت ستي كمثال، احنا لازم نعرف كمان بعد الهب الاخير كيف نعرف نحافظ على نفسنا، نحافظ على وجودنا بحيفا. وجودنا العربي هو مهم، واعطاء الطابع العربي. طبعا مرحب بكل حدا كمان بنضم لهي المجموعه وبنضم للفعاليات. الفعاليات هي مجانيه، احنا بنصرف من جيبنا الخاص طبعا، لانه في وراء هدف انه احنا ننجح هذا الشيء. كمان مهم انه كل المبادرات اللي خرجت لدعم المنتوج العربي، احنا بنشدد انه المنتوج العربي هو كمان براس السلم. في عندنا كثير منتجات عربيه اللي ممكن احنا نسوقها، ومش بحاجه لنيجي نقول نكون على جميله حدا بعد المقاطعه الكبيره. مرحب طبعا اي حدا بده يجي يشتري من وادي النسناس ويشتري من احيائنا، ولكن باحترامنا كيف ما احنا. لا يزال القطاع الحبيب يلملم جراحه من تحت الركام، فالعدوان الأخير حصد الأرواح وقضى على أحلام الكثيرين، من بينهم قصة فاتن الخول ومشروعها الريادي الذي لم يبق منه شيء سوى بعض من الذكريات. كيف ستتمكن فاتن من مواجهة هذه الأزمة وتعبر بنفسها وأولادها إلى بر الأمان لتأمين مستقبل أجمل لهم؟
تحت هذا الركام اندثر الحلم، فلم يبقى لفاتن الغول إلا الذكريات، فقد عملت بعيداً عن تخصصها لتجد لنفسها مشروعها الريادي، لكن تدمر أملها وأمل العاملات لديها بسبب القصف الإسرائيلي على غزة. تخرجت من الجامعة بالبكالوريوس كيمياء تطبيقية، وطبعا ملكة الشغل ما اشتغلتش يعني قعدت، ففتحت ويا حكالي توجهي خدي دورة في الكوافير وافتح لك صالون. تمام، فتحت الصالون وكملت يعني في الصالون، يعني اشتغلت في الصالون. فتحت الصالون يعني عشان أثبت نفسي وأشتغل وأعيل نفسي وأعيل أطفالي، يعني عندي طفلين، وعشان كمان يعني محتاجش حدا إنه يعني يصرف علي، أصرف على نفسي من الصالون وأصرف على أولادي. يوم 12/5 الشهر رنوا علينا الجيران وحكولنا بده يتم استهداف المكان المجاور لبيتنا، فحكولنا لازم تخلو المكان. فطلعنا فعلا من المكان وكنا وأهلي وأخواتي وعائلتي وتوجهنا لبيت دار عمي، يعني فعلا تم استهداف المكان ودمر المكان كله. طبعا ما ضلش فيه ولا حاجة، المكان المقابل، فإحنا رحنا مع هو المكان المقابل، تم استهداف وراح المكان كله، ما ضلش ولا حاجة فيه. من شدة تأثير الضربة اللي كانت موجهة للمكان، من شدة تأثيرها يعني أبواب المحلات الإقبالنا دخلوا في المحل عندي، يعني ما من شدة الضربة كانت كتير قوية للمكان وضر المكان كله بالكامل زي ما تشوف. زوجات وبعيلن يعني بيوتهم، يعني وعندهم أطفالهم وولادهم كمان يعني بعيلوا فيهم، وبستنوا يعني بلحظة اللي يعني يعيلوا نفسهم ويثبتوا نفسهم ويشتغلوا في هذا الصالون. خسائر المكان يعني أول ما افتتحت الصالون كلفني مبلغ بقدره، فلما دمر المكان فبدي أعيد افتتحه من أول وجديد، يعني فتقريبا كلفني $20,000 يعني المكان، يعني زي ما انتم شايفين ولا حاجة ضلت فيه. وهذا المكان كان يعني بيعني لي كثير، يعني كل ذكرياتي فيه، كل كنت بثبت وجودي فيه، بشتغل كأني يعني كل حاجة لي. هذا كان المكان بيعني لي كل شيء. ميلي على صدر البيت من الأغاني الشعبية التي كانت تستقبل بها العروس يزينها عقد قرنفل، واليوم تعود الأهازيج في سوق الناصرة القديم في إعادة لرائحة الجدات، رائحة تشبه صندوق خشب معتق فتح بعد عقود لينقل أمانة تتوارثها الأجيال إرثا وعنوانا للهوية الفلسطينية. قوليلي وين ربيتي يا وردي يا جورية، وين ربيتي ببيت أبوي وإخوتي الأفندية، وين ربيتي ببيت أبوي وإخوتي الأفندية. وقوليلي وين ربيتي يا وردي بالكوارة، قوليلي وين ربيتي يا وردي بالكوارة، وين ربيتي ببيت أبوي وعمامي هالأمارة، وين ربيتي ببيت أبوي. ميلي ميلي عمي ليك، ميلي على صدري البيت، ونسألك بالله تقولي له بنت الدلال أنا
عملنا من عيد طقس شكل قرنفل للعروس وقت عرسها، كان قبل أسبوع يشتروا مونة القلادة، قلادة العروس، ينقعوا القرنفل بالمي ويقعدوا هالصبايا 30-40 وحدة، كل وحدة معاها صحن فيه قرنفل مبلول في المي، ويشكوا القرنفل مع الخرز ويعملوا مع الحرز اللي هو فيه اسم العروس وشوي حماي وفيه كمان فانوس، لأنه العروس رح تجيب نور للبيت. فهالقلادة هاي هي إشي كتير كتير خاص، إحنا عملنا من شكل قرنفل هون ونستذكر هالطقس اللي بعده قائم ببعض المحلات. إحنا في زاوية غادة نعنى في تذويت تراثنا الفلسطيني الرائع، إحنا ملان حب وملان طاقات. اليوم الأستاذ الرائع محمد زيتون أجالنا من قرية نحف الجليلية حتى يعلمنا كيف نساوي شكل قرنفل. سطوح يا شباب تي عدى من ورا السطوح، ومهلوني عم حمد تنجيب للصبوح، ومهلوني عم حمد تنجيب للصبوح. ويا شباب انتي عدى من ورا المبتداي، شباب انتي عدى من ورا المبتدا، ومهلوني عم حمد تنجيب له غدا، ومهلوني عم حمد تنجيب له غدا. ويا شباب انتي عدى من ورا باب الدار، شباب انتي عدى من ورا باب الدار، ومهلوني عم حمد تنجيب له سنار، ومهلوني عم حمد تنجيب له سنار. ويا شباب انتي عدى من ورا الزاوية، ويا شباب انتي عدى من ورا الزاوية. أنا حبيت أشارك بشكل قرنفل. أول شيء أتعرف على العادة هاي، عادات اللي هي اختفت مش عم نسمع عنها، فبحب أسمع أتعرف. وغير هيك أم عوض حبيبتنا هيك كمان كونها مشاركة، فهذا كمان إشي يشجعني. وبحب دايماً أتعرف على شغلات جديدة، أجواء كتير حلوة موجودة هون، الشغل حلو ومنتوج حلو، وياريت إنه ينتشر يتعرفوا عليه جيل صغير هيك، ما لأنه فعلاً أنا أكب من حدا اللي بعتت، يعني الكل يسألني شو هذا وشو هذا ومش عارفينه. حكاية إنه لما كان عريس يروح يكسي يقولوا له إذا بتجيبش لريمة هدية مش رح يسحر لك زفة ولا عرس منيح. فأنا عشان أصغر واحدة بالعائلة كنت أضلني دايماً مرافقتها، وكنت أسمع الكلمات بس ما كنتش أفهم، ولدرجة إنه كان عمري أقل من 10 سنين كنت أحب أهاهي وأنا صوتي مش طالع. فغناني النسائية ريكا ديني جداً، وفي غناني جددت عليها، بس الأشياء الأساسية إلها كل كلمة إلها معناها وإلها محلها. فبالنسبة للعرس الغناء النسائي بتوصل رسائل. قلتي له يا شباب العافية العافية، قلتي له يا شباب العافية العافية، ولا تبيعش خواتك بهوى الغاوية، ولا تبيعش خواتك. بدأت الأسواق تتزين بألوان الفاكهة، لكن موسم الصيف حل هذا العام مختلف، فبين إغلاقات كورونا وما تبعها من بطالة وأزمات اقتصادية تركت أثرها على البائع والمشتري من جهة، وعلى تكدس البضائع من جهة أخرى، لترتفع الأسعار شاملة مختلف الأسواق. ويبقى السؤال بين عربات التسوق، ما هو السعر اليوم؟
ارتفاع أسعار سلع غذائية أساسية وأصناف الخضار والفواكه يحول دون تلبية طلبات الآلاف من العائلات، خاصة من فقد معيلها مكان عمله. الخضرة كل يوم بتغير الأسعار، كل يوم بيومه، كل يوم جديد، وفي تكلية الخضرة. وزي ما بيقولوها يعني إحنا مرات بنسايس الناس، بنبيع برأس المال، مرات بننزل، مرات هذا عشان نكسب زبايننا وما نخسرهم، وهذا هيك ماشيين، مرة بنزل مرة بطلع، كل يوم بسعر السوق الخضرة، كل يوم في عندك أسعار، والخضرة كل يوم جديد بخش السوق السبع، والسوق الحين الخضرة غالية شوية. الأسعار نار، صعب بالمرة للشعب تاكل وتشتري. أشف غلاء، واللي عنده عيال صعب يشتري فواكه وخضر وياكل. بالمرة صعب، غالي الكيلو، كل شيء بيحكم معك على 20 18 15 25، الدبدبان بيحكم معك على 50، شيء غلاء ما صار. احنا قاعدين بنمر يعني للاسف الشديد بفتره جدا جدا صعبه، مرينا بفتره الكورونا اللي هي كانت يعني فتره صعبه على الجميع، وبالتالي كمان كانت ارتفاع للاسف الشديد في الاسعار الغذائيه. اعتقد يعني باعتقادي انه يرجع هذا الارتفاع كيف ما بيقولوا للشحن، لقصه الشحن من البلاد برا، لأنها على ما يبدو أنها ارتفعت بشكل رهيب يعني. لذلك زي ما بتشوف الأسعار اليوم في ارتفاع، لكن احنا بنحاول قدر الإمكان أنه ننزل من المربح تبعنا على أساس أنه يكون الزبون راضي ونقدر نشتغل، لأنه مرينا زي ما ذكرت لك في فترة صعبة جدا للأسف، وما كان في حركة بالمرة في السوق بشكل خاص، وبالمرة يعني بشكل عام في كل المناطق حتى ما كان في شغل كويس. وبهذا التقرير نكون قد وصلنا لختام حلقتنا من برنامج مراسلون لهذا الأسبوع. نلقاكم الأسبوع المقبل بحلقة جديدة، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم برعاية الله، إلى اللقاء.